في زمن تقوده الحروب من كل جانب، انفجار هنا وموت هناك وحزن يخيم على البلدان، لا تزال آثار الحروب القديمة والتي انقضى على انتهائها عشرات السنين تنهك أجساد الضحايا ونفوسهم ممن عاشوا ليحكوا قصصهم. الحرب ليست الصراع على الجبهات فحسب، الحرب هي الدمار الذي يطال البلاد والشعوب ما بعد الاقتتال، فينتشر الجهل والتخلف وترتفع نسب الأمية وتستمر المعاناة النفسية لعقود وعقود، مخلفة اضطرابات نفسية ثقيلة لا يقدر أي مجتمع على الصمود أمامها. نفقد في هذه الحرب الداخلية السلام والاطمئنان، نهرب من الوطن لنبدأ حياة أفضل، فيلاحقنا الوطن بكل خبر نسمعه، لكن الانتقال لمكان جديد وطعام وفير وبيت دافئ لا ينفع بشيء ما دامت جراح الحروب ملتهبة داخل كل واحد منا. تطال آثار الحروب الأرض فتنهي البنية التحتية للبلاد وتنهار الخدمات الصحية والمنظومة التعليمية، ينتشر الفساد وتبدأ ألاعيب السياسة والفوز لمن ينهب الوطن أولاً. تطال آثار حروب الأطفال فتجعل منهم شباناً عنيفين وفتيات ضعيفات، تدمر ألفة البيت ويزداد ألم الوالدين كل يوم بابن مفقود أو مقتول. تخسر العائلة صفاتها ويبدأ التمرد من الداخل، يكبر الأطفال لتزداد اضطراباتهم النفسية فتتزعزع كل القيم والمبادئ التي نشأوا عليها. ألن يأتي يوم تنتهي فيه كل هذه المآسي؟